اهلا الاخوان، قبل ما نبدا هذا الفيديو غندوي لكم على الكورس ديال الاجتماعيات ولاباك. هذا الكورس هو الخلاصه كيفاش انا فهمت الاجتماعيات من الجلده حتى الجلده. هذا الكورس فيه ملخصات ديال الاجتماعيات ولاباك مكتوبين بيدي 16 بي دي اف. القيمه ديال هذا الكورس هذا لا مقارنه بالثمن ديالو. هاد الكورس هذا اللي كيختصر المشاكل اللي كتكون في دروس المادة الاجتماعيات، دروس كيكونوا طوال وصعيب يستوعبهم العقل، ولا كيكونوا قصار وما كاملينش. 16 درس ملخصين ومكتوبين بطريقة سلسة اللي يمكن اي عقل يستوعبها. يمكن لك تقراهم في التليفون او لا في بيسي ولا تخرجهم لامبريمون. هاد الكورس ديال الاجتماعيات اولا باك الهدف ديالو هو الى باقي ما بديتي هذا هو الحل اللي درت لك، ملخصات مكتوبه بالطريقه اللي تخليك تستوعبها وتجاوب على اي سؤال او مقاله في اي امتحان وتجيب نقطه زوينه. وبالنسبه للثمن، انا درت داك الثمن باش نعاونك حيت انا عارف الدروس طوال وعقلك كيبغي المفيد باش يكون واجد لاي امتحان. اللي بغى الكورس يتواصل مع هاد النمره في الواتساب، انا مخلي المكلف اللي غيهضر معاك وغيقول لك طريقه الدفع وكيفاش غادي يعطيك الكورس في الواتساب على شكل بي دي اف. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هاد لا فيديو جديده اللي ندويو فيها على واحد الطريقه زوينه هي الانسب والافضل لاي عقل بشري باش يرسخ معلومه. هذه الطريقه هي الانسب ليا انا بالنسبه ليا شخصيا، زعما حيت كتضرب بها جوج عصافير بحجره واحده. كيفاش تحفظ باستعمال شي صاحبك ولا صاحبتك ولا؟ وقبل ما نبدا في لي ديتاي بغيت نبداها بمعلومه، هو ان حنايا كنتفكروا، حنا كبنادم كنتفكروا الاحداث اكثر من المعلومات. الا كانت المعلومه جات في واحد الحادث كنتفكروها اكثر من 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 المعلومه الا قريناها ولا، حيت هاد القضيه هادي كتكون في الافلام اولا باش نسميها اكثر، تتسمى بالتغذيه البصريه ولا التغذيه الذهنيه البصريه، حيت كتعتمد على العينين والودنين. يعني الحدث اللي كتشوفه بعينك هو باش كتعقل عليه، كيكونوا اشارات لذاك الحدث، وودنك كذلك دوك الاشارات اللي سمعتي في ذاك الحدث. ياك دونك ندوز للفكره اللي بغيت نهضر فيها، هو كيفاش تحفظ بالاستعمال ديال صاحبك. انا في الادب بديت لك يعني دقه دقه باش نفهمك حاجه بحاجه. اول حاجه خاص تختار شي صاحب اللي عنده نفس الفكره او لا داكشي اللي كتقراه انت عنده هو به واحد العلاقه، بحال زعما حتى هو مثلا عنده الجهاوي ولا حتى هو عزيز عليه شي ماده من هذاك الشيء اللي كتقراه مثلا. ماشي تمشي عند شي ولد خالتك جاي يفوج عندكم في الدار وتشدو تقول ليه واش عرفتي اونتيغون شنو وقع ليها مسكينه، هو عقلو في شي حاجه اخرى، عقلو مثلا في مشينا لسلاويه ما مشينا، فهمتي؟ هذا شخص غلط. يعني خصك تختار واحد الشخص اللي واحد الشخص المناسب اللي يسمع لك وهو مرتاح نفسيا. هذه هي الفكره الاولى. ثاني حاجه، هاد صاحبك ولا صاحبتك لعب معاه اي طريقه في التعاود، مثلا تعاود ليه القصه ولا تشرحها ليه ولا تضحك معاه بيها ديك القصه نيت، ولا تذكرها بشي مناسبه واخا ما تكونش مناسبه، ولا تميميها ولا تدخلها في، المهم كدير لها واحد ديمونسيون باش تهضر معاه عليها. هذاك صاحبك. اي حاجه درتيها من هادو راه هي واحد الحدث، وكما قلت لك في الاول الانسان تيتفكر الاحداث اكثر من الجمل. كاين اللي غتبان ليه هاد الهضره غريبه ولا مكلمنه، ولكن راه اكثر طريقه فعاله حيت كتبدل اولا. بعدا قلت لك في الاول عصفورين بحجره وحده بيجوره وحده، كتبت الوجود ديالك كانسان اجتماعي، كتشاور مع هذا السيد تتهضر معاه تتذاكرو تتناقشو، وكترسخ ديك الماده الخام اللي خديتي. الماده الخام هي داكشي اللي قريتي. هاد الهضره لاي واحد عنده داير واحد القيمه للمواد ديال الجهوي وباغي يحفظ بلا ما يحس بشي طريقه اللي تكون سهله، قلب على شي واحد اللي عنده نفس النقص ديالك ولا نفس الهدف ديالك
اي حاجة خديتيها كمادة خام شرحها ليه وعاودها ليه، انت كدير واحد البلان اللي زوين اللي هو كتكون احداث، وملي كتكون مثلا في الامتحان ما كتفكرش باللي راه واحد الجملة في الدفتر كتقول ها بلا 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 بلا، لا كتفكر الحدث اللي دوزتي مع صاحبك وكيفاش رياجل لديك الفكرة ولا ديك المعلومة. حيت كما قلت لك الاحداث كنتفكروها اكثر من الجمل اللي كانوا غير في ورقه. وهذا الشيء اللي كنت انا ديما تنقول، لان الاحداث هي السر فاش كطيح في الامتحان، انك تفكر يعني ترجع الذاكره وتفكر شي حدث سهله بعشرة ديال المضاعفات انك تفكر جمله في الدفتر. وهنا غنكون ديطايت الفكره اكثر، والشعار ديالنا هو السهل ممتنع. تلقاو في الفيديو الجاي. Peace.